أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بالأسود وبالأبيض وبكل الألوان بكل أوس الأدح. شفتوا اليوم شو عم بصير بأمريكا؟ نعم، رجعت العنصرية. مشان هيك هون هاو عملون جابون هون بلبنان ونحن عم نحطهم ببيوتنا. نحن مرة طلع هنري فرعون عدومة ومعه ناس خدم، وأنا خادمة عندك بس خدم من أفريقيا، دقوا الجرس بالكنيسة، ليش يا أبونا ركت بيي؟ ليش؟ قال له هيدا شيطان. صار يفسرونون، تعرفوا من زمان لا في عنا كهرباء ولا كنا نطلع من الضيعة وما بنعرف شو فيه وقت، إنه هيدا الأسود شيطان. هلأ عم ترجع العنصرية، لأنه أي طريقة الشيطان بده يقوى ما بتقدر. بيعرفون يعني بأمريكا إذا مرتك راحت مع واحد أفريقي ما بترجع البيت. شاطرين بالموسيقى، شاطرين بالطبلة، شو ما كان، وسمحوا هلأ إنه نحن كمان البيض يعني منحب نروح نتسبح مطرح نكون عريانين مثل ما خلقنا، خلقنا عريانين نايكد ببطن الماما، وبحب نروح انتو بالمغطس تتسبحوا. هن لهم حق، بلاك بيتشز لقلهم. صرنا نروح نحنا والقانون بيقول we have to be covered. تطوي القانون نلعب بالكلمات، بيعرفوا بيقولوا لنا جايين البوليس، ونحط منشفه. ومره كنت انا بمطرح قالوا لي where are you from؟ هني سود ونحنا شويه بيض. بدي كذب يعني، ما قلت لبنان، قلت لها تركيا. طلعت بعرف تركي، وانا بعرف تركي، قلت لك انا من لبنان بس انه عم نكذب، انه ليش بدها تكون بس للسود؟ سوت لي قلبي فستق عبيد وفستق راس الاسود وراس العبد. حطوا اميزنج جريس، هلا بلشوا يحطوها، ولكن عم بيحطوا علم ابدان واديان، علم اسود وابيض، علم يلي بيجمعنا. كان بدهم ياخذوا ليبيا، شو السبب؟ إذا أخذوا ليبيا وقعت هون وهون، وين رحت البرمودا؟ وين رحت الأطلنطيس؟ الكرة الأرضية كلها رايحة، كل من عليها فان. حجر الكعبة عم تحفروا، يا حبيب قلبي أنتو كيف بدي فرجيكم؟ شوفوا كيف كاني مكة بين الماضي والحاضر. ما فيني إلكن أول مرة رحت إجتني إشارة كبير يلي معي تفهم؟ قلت لا 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 شيخ ولا حدا، أنا بظبطها بنتقي معك حق. غربوا عيوني بطريق بشكل غريب، قلت لها بعرفها بعرفها، في طاقة قوية كتير هون. هلا خفت الطاقة من برا، ولكن اللي فايت وعارف حاله إنه فايت على الكعبة اللي جوا لا إله إلا، وبتدخل هيدا المربع الداخلي. تربعوا، كلنا كنا نقعد بالبيت، فوت تربعوا لا بالمربع، بس ما عرفنا. هي بيربع الجرس، خبرتكن عديله لفيصل بن عبد العزيز، قال لي في عندكن راهب بلبنان هيك 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 وعنده هالطاقة. جيت سألت راهب أنطوني، قالوا لي إيه أحوله بإيطاليا بيعمل شفاء مثل المسيح. بس المسيح انتو انا ممسوحين بالله، كلنا مسيح، ما انا الا بشر مثلكم. محمد مين ما عيط لك يا محمد بدك ترد، او حج وحجه، بابا نويل حج وحجه اسمه نقولة. فاذا الله هالسر حطه بالبشر، مش بالشجر ولا بالطير ولا بالحجر ولا شيء، بس عندهم الحجر بحب، جبل يحبنا ونحبه، ولكن الرحمة وسعت كل شيء والجؤفة من أيقونة. والرحمة هي قمة، مش القمامة، قمة الصلاة، قمة المحبة، قمة التواصل. بس بدنا نقرأ يا أخوتي، يعني شو بدي لكم؟ مش مريم اللي بتكتب بسكر، أنا بسكر. يا الله كتاب الرحمة يحمل ألقاب عديدة، استبدلنا العنوان أو الفصل بكلمة لقب، وأين هو العيب أو الذنب؟ القلب لا يعرف الصرف والنحو، ولا الحرف واللغو، بل الحب والمحو. معا سنمحي التعب العقلي وندخل إلى عفوية القلب، حيث لا منطق
ولا حق، بل براءة الأطفال ورحمة الشيوخ، وأن تستفتي قلبك ولو أفتوك. يا حبيب قلبي، من وين ما فتحتوا أي صفحة فيها صفعة، يا حبيبي يا حبيبي يا الله، كلنا كلنا يا حبيب قلبي. شو بدي لكم يا حبيب قلبي؟ هون هيدي النكتة، إنه قال له كيف ولي بعدك بتغمرها لمرتك بتحبها؟ قال له هاي أكبر معجزة، إنه بعد في رجال بيقدر يحب مرته، يعني إنه معجزة نادرة بس موجودة. نعم، رح أقول شيء قليل، ومثل ما بتعرفوا كلنا منحبه. تيتا، دادي looks like this all the time. بيا كل الوقت قاعد على التلفزيون، شوف on TV all the time، كأنه صار تشلوشو بالكرسي. نيم حد مرته صار يبرحش، قالها مرة انبسطت من الشغل، I found it، لقيته. يا خي انت عم تاكل عم تاكل، انت عم تلبس عم تلبس، انت عم تكتب عم تكتب، انت هيك اليوم الرجال ومرته بالأوضة، مراية هون وهيدي كانوا، التلفزيون داير وعم يطلع على التلفزيون، عم يقطعها العطسة إن شاء الله عطسة. هلا عم بيعملوا بني آدم أبدا، كأنه بني آدم باربي، مثل ما بدك أنت بتركبها، عم بيشوفون روبوتولوجيست عم بيعملون على المطارات، يعني مثل ما بتفوت على مطرح ببيع زريعة طبيعية، لا اصطناعي اصطناعي، وهي اصطناعي لا طبيعية. ما بقى تعرف هي من هي، هيك بناتنا هيك شبابنا، شي طبيعي انك تختير فوق الطبيعة تكبر. كلنا ما عنده كبير يشتري كبير، شيلوا الميك اب كلكم، حطوا ويك اب، بس ما بقى فيك تقولها لحدا غيرنا في شكل الله، كلنا عمليات تجميل وتحميل وهيك، بس احنا بدنا نقراها قد ما بنقدر. عمرها 6 سنين بعيونها عم تطبع، كان بالأول بعيونها. مقارنة ذكية وواقعية تبين الفرق بين الشخص الإيجابي والسلبي، وهو تحليل منطقي لشخصية كل منهما. هي أجنبية الترجمة، ما بحب الترجمات، قلت له لا بقى تبعتوا لي بالعربي، يعني مريم لازم نحكي عربي، لا نحكي كل اللغات، تعلموا لغة أعدائكم حتى تأمنوا شرهم، ما بعد عنا عدو. الإيجابي يفكر في الحل، والسلبي بيفكر بالمشكلة. الإيجابي لا تخلص أفكاره، والسلبي بتخلص أفكاره، بصير يحط أعذار. الإيجابي بيهتم بالإيجابيات اللي عند الآخرين وبيهتم فيهم وبيسيرون السلبي بيشوف إلا عيوب الناس. بدي اقراهم من قلبي مش مثل ما مترجمينه. الانسان الايجابي دائما بيتذكر وبيحفظ اعمال الناس الطيبه، واعمال الناس اللي منا طيبه بيضل يحطهم بقلبه، بس السلبي بيتذكر وبيحفظ كل اساءات الناس وما بيحكي الا عن الاساءه. نعم بيعطي للاخرين اعذارهم عند حصول خطا منهم وبيسامحهم وما بيلومهم، عرفتوا مين؟ ولكن هيك أسأتوا إلي بدي ضلني أكرهكم وأبغضكم كل حياتي، أنتم واحد حقير. هيدا بيقول بيعتذر دغري وبيقول لهم صدر خطأ مني سامحوني. هيدا ما بيعتذر وبيقول له شو بدي أعتذر من هالشخصية المرتة. هيدا دايما عنده ابتسامة، هيدا دايما عبوس عبس عبس وتولى. يا حبيب قلبي، وما أنا إلا بشر مثلكم. الإيجابي بيساعد الآخرين كلهم، وهيك أنتوا ساعدوني، هذا بيلاقي حل لكل مشكلة، هيك مشكلة لكل حل. عامل الناس مثل ما بتحب أن يعاملوك، وقال له أنت كيف بتحب تعاملهم؟ هاجم الناس قبل ما يهاجموك، ولا ارفع العصا اضربهم، العصا لمن عصى، اشتري العبد والعصا معه، ان العبيد اللي بدري شو. القوة منا بالعصا، القوة بعيسى.
هيدا بينظر إلى المستقبل وبيطلع وين ممكن هيك المستقبل يكون أفضل وأجمل وأرحم. والهداكي بيطلع بالماضي، مستحيل يا خيي، مستحيل مستحيل، impossible possible I am possible. هيدا بيتناقش بقوة، بلغة لطيفة، بقوة المحبة، بقوة الرحمة، مين أقوى؟ تقوى. هيداك بيناقش بضعف، وليش؟ لأنه بلغة هيك فظه. وبتشوفون هيدا بتلاقيه قدامه حرس ووراء حرس وسيارات مفحمة مش أحمي وهيدا مشو حيفين قال ما تحملوا كتاب من سمائهم تعرفونهم، قولوا السلام عليكم وعليكم السلام. حلو تقروا يا أخوتي السلام عليكم 11 يعني باب، واو واو. والعكس عليكم السلام، بنفوت بني جهل بنفوت على المدينة، واو واو. كلمة واو بكل اللغة بترجع بتطلع من بني عقل وعدل، عقل وتوكل، وهذا هو العدل فعل. نعم بيتمسك بالقيم وبيتنازل عن الصغائر، هذا نعم السلبي بيدقق وبيثبت بالصغائر وبيتنازل عن القيم. نحن قوم مش قمة القمامة، انت قوم لا نأكل حتى نجوع يا الله، وإذا أكلنا لا نشبع. نجتمع قمة العرب هون وهون وهون، ولا ما صار في إنترنت وتليفون، نعم نعم لا لا، خير الكلام ما قل ودل. لشو ما نروح نجتمع هون وبهالبلاد وبهالبلاد، اجتمعوا كلهم وبالطيارات وسيارات يا عيب الشوم. بيمرق من عندنا من الأشرفية واحد زمامير وأمبولانسات ومدري شو، لا كان في شخصية ميرة، هاي شخصية مخصية. دايماً الصورة البشعة بدها برواز. الإيجابي يصنع الأحداث والسلبي تصنعه الأحداث. في حدث بتصير بحياتكم ما فيني قلكم، يعني منا بالكلام، إشياء بتصير ما بصدق كيف عم تكتب مريم. بترجع بقول مش مريم اللي عم تكتب، انتبهي سامحني. نعم الإيجابي دائما يشكر والسلبي بيشتكي. الإيجابي يقرأ هذه الرسالة باهتمام فيبتسم ثم يرسلها لكل من يهمه أمره. كل إيميل بتبعتوه يلي بقدر أنا هيك اهتم فيه ويعجبني ويلبسني ويكسيني ويغزيني، إذا نشرته، إذا نشرت النور بيقوى النور وبقوى أنا. أنا حاملي شمعة، ما حدي ضعيف. قال له ليه أنت أعمى وحامل شمعة؟ قال له ما هيك بتصير تشوفني. أنا حاملي شمعة وأنت معك شمعة وشفتني، صرنا اثنين، أنا قويت وأنت قويت، صرنا ثلاثة، صرنا أربعة، صرنا خمسة، صرنا ستة، ما حدا في يطفينا. الحقيقة ما بتنطفي، العتمة ما فيها تحاور النور. بفهم مريم خطرة بس منا قوية، أنتوا ضعاف، إسرائيل منا قوية، نحن ضعاف. في كتير هلأ من إسرائيل، شفتوا شو عم بصير. أنا ماني يهودي، أنا ماني إسرائيلي، أنا ماني. اللي رجع على اليمن، اللي رجع على لبنان، اللي رجع، نحن إنسان. ليه حرب؟ ليش السلاح؟ ليش بدنا نحط مليارات الدولارات تتسلحني السعودية أو تتسلحني؟ تشلحني وبشلحك، خلصنا. أول يوم العرس هو بيشلحها وبتشلحه، وتاني يوم من إبريل بيسوا لي اللي ما شفتيه إلا شو حطي نبرتين. خلص شهر العسل وإجا شهر البصل، خلص. لأنه هيدا منه زواج، هيدي متعة جسدية، يعني بتخلص بشهر. شو كل يوم بدي أكل فلافل يا حبيب قلبي على زياد الرحباني، ما في غيرك رحباني. هوديك بيني 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 بينه هيك الواحد اللي عنده إياها من قلبه. هلا صار ابنك بيشبه راسه راح الصهريج، يعني يوقف الصهريج نص هون ونص هون. وينني وينني هول بيشبهوا بعضهم، دخيلكم احنا مستعد قوي مشان هيدا الجار وهيدي الام،
هذا ابنة نعم، وهذا البي هالابن بيشبه الجار. بتعرفوها هيدي؟ كل ما الولد قال اسم يموت حدا يموت حدا، قال له يا بي لا تقول اسمي ولا، قال له ما بقدر بدي اشكر بي، قال يا رب بدي اشكر بي، مات الجار. اليوم هالنكت اللي بتسمعوها موجودة، لو ما انها موجودة ما بتنحكى يعني. اليوم شيء طبيعي يعني، بفوت رجال على بيته شو بك عرياني ولي؟ قلت له ما عندي شيء تلبس، فتح الخزانة وهيلا شو هيلا شو هيلا شو جارنا كيفك وهيلا شو هيلا شو هيلا. اليوم لازم تكون على مود وإلا منا شارمانت يعني هالنكت اللي عم تطلع، لأنه حقيقة نحن عايشين بهالسترة. شوف كيف ها أبو محمد شلون أحوالكم سوريا؟ قال له مستورة والحمد لله. هالسترة المرة منا مستورة لشو بتنستر؟ ما هي شغلتها منا بتكون مستورة، بترفع التنورة وبتشيل السورة. مشان هيك بيجوا على لبنان سياحات، بدي هاي السيارة اللي يعني عليها هاي البنت، توصل البنت تطرح ما هو على الأوتيل، ما بده السيارة بده هاي السواقة. فإذا كل واحد منا انت شو بدك وشو خيارك. نعم بدون كتاب ما في حياة، البيت بلا كتاب ميت. يا حبيب قلبي خير جليس، إذا وقع أنا برجع بلمه هيك بحس إنه صاحبي وقع يعني، هي رفيقي. بس بدي أفهم ما بين السطور، بين السطور. وما بقرأ إلا أوشو 90%. هلأ لأنه الأمراض عم بتزيد عم بلش يين يانغ ذكر أنثى، ولكن مني محمد كيلاني أقوى كتير بهالعلم. بشار أنطون إن شاء الله يقدروا يطلعوا ويجوا. إذا أنا بقيت هون ما بعرف، ما بعرف هاللحظة هلأ هون بعد دقيقة ما بنعرف، بس بتمنى المواقع مش بيقولوا لها فيسبوك فيسلوك ما بفهم فيهم، بس على موقع بيت الله في بيت الإنسان وفي هيدا الصبي بالكويت كان صغير وخبرتكم. هلأ ما بتصدقيني بس أنا بس أكبر بتصير تصدقيني. سكوت يا حبيب قلبي سامحني. أحمد فرحان بيت الصفاء، كل هول كلمات بيت 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 مريم اختارتهم، كنت بدي أعمل لك بيت لبنان بيت 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 يعني we love Lebanon we love this we love this، وبعدين بيت حتى بعدين نحط one peaceful world. بلشت بالإنسان بعدين فت على البلد، من البلد عملنا مواقع من هيك من هيك. تري لا ما زبط في كتير، هلأ ما بنحكي مع بعضنا بس لحني بقلبي بمصر، كل مصر ما عندي حدا هلأ إلا عصام منال منصورة، يعني نشوف شو فينا نعمل بمصر بالعراق ما حدا، راحوا كلهم يعني ليش سكتوا؟ بلبنان منصور ومريم، في أمل بالخنشارة يكون هونيك وبستقبل مرة بالأسبوع، مش بياخد المعاقين هودي معافين بس أميتهم وبياتهم، بس مرة بالأسبوع نهار أحد وبس. بعدين بدي أقعد وحدي بكتب، إيه بحب ضلني أكتب لو ما حدا قري. مع الأيام مع الأيام فانكوخ ما كان يأكل اشتري قلم وورق، وانا هيك بطلع على برا اشتري وين في قلم وين في ورقه. جابوا لي ورق حلوه كثير بس ما قدرت اكتب عليها بالحبر بتش مدري كيف، رحت فتشت وجبت قلم رصاص كمان القلم رصاص ما بينكتب عليها، بس الورق حلوين كثير. وهيك كتاب بدي اكتبه بالانجليزي اسمه enough enough is enough، خلص شبعنا. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز دايماً هيك بدي حط عربي إنجليزي ونقعد نكتب ونحطهم في الكتاب. فإذا الكتاب لازم يكون موجود، وعلى
هالموقع هالحضرة بالنيو تي في على مريم نور، كل هالشباب عندهم كل المواقع يعني كل شيء بحطوه دغري، الشباب بحطوا الكتاب بين ايديهم، ما فيكم تسكتون، فوتوا في كتاب رح يطلع مش كتاب، موقع اسمه www.حزبالحمير.com. يا حبيبي يا وائل، قلت له بعت لي صورتك، هيدا صغير كمان ما بعرف، قال لي شو فيني بكل الناس. يا حبيب قلبي، بالسعودية هو وسعودة حزب الحمير من وقت ما طلعت مريم على الإذاعة، وهلأ مين بيسترجع إذاعة صوت لبنان؟ وصدقة مطرح ما فت وين ما كان، وصوت إذاعة بيروت، إذاعة لبنان وتلفزيون لبنان، وين ما رحت مين بيسترجع؟ رحت على صوت لبنان، قلت له ما بدي شيء، قال لي لا. بعرف أمين الجميل يعني الشيطان ولا مريم نور، بتمون علي وأنا بمون عليك، بس استرجع وزير الإعلام كلكم حطوني على محطة أحكي فيها بالإنجليزي، ها أنا بحكي بالعربي إذا بقينا هون ما بعرف، بس بحكي بالإنجليزي. يا أمة العالم، نحن عرب بس منا إرهابيين، we are Arabs but not terrorists. ممنوع.